أتعرف المنزل الذي نقصده يا سعد؟ أعتقد أنه هذا البناء المصاب إصابة مباشرة. هناك بعض العمال يرممون المناطق المصابة. تعالي معي، انظري الباب الخشبي أيضا يبدو مرمما، سأطرق عليه. حسنا. مرحبا يا عم. أهلا. نعم، ماذا تريدان؟ هل تسكن هنا عائلة كاستريوت؟ كاستريوت؟ نعم، في البناء المجاور. خير، لماذا تسألان؟ جئنا نطمئن عليهم، سمعنا أن قذائف هاون سقطت هنا. هم بخير. العجوز نادية في المستشفى، وأولادها غالبيتهم خارج سوريا، وابنها الكبير يسكن في منطقة قريبة وهو معها في المستشفى الآن. أنتما من أقاربهما؟ لم أركما من قبل. كنا مسافرين. عفوا، في أي مستشفى ترقد السيدة نادية؟ في مشفى المواساة. عسى أن تكون إصابتها ليست خطيرة؟ أصيبت برجلها ويقال إنها بخير. شكرا لك يا عم، أرجو ألا يكون بيتكم مصابا بكارثة. الحمد لله، المهم أننا بخير. معك حق، المهم أنكم بخير. بلغوا سلامنا وتحياتنا وتمنياتنا للسيدة نادية بالشفاء العاجل. سار سعد وسالي في طرقات دمشق القديمة، وسالي تتأمل ما حولها مذهولة وهي تهمس لسعد. مدينتكم جميلة ومرتبة، الناس ينتشرون في كل مكان غير خائفين من الحرب، ولا أرى أثرا للدمار والخراب كما تصوره وسائل الإعلام. اعتاد الإعلام أن يضخم ما يجري في البلد وأن يشيطن جيشها الذي هو من نسيج سوري متنوع كفسيفساء دمشق القديمة. هناك سحر خاص يا سعد للشام، أكاد أتنشق عبق ياسمينها. سأرافقك إلى الكثير من مناطقها بعد أن ننهي مهمتنا. سعد، هل ستتكلم مع السيدة نادية مباشرة؟ لا أدري، لأول مرة أعرف أن هناك أقارب لإسكندر بيك المتوفي منذ أكثر من 500 عام، وهو رمز عزة وكرامة الألبان في الشام. معقول هذا؟ حتى أنت تمت بصلة قرابة له. قد نفهم كل شيء بعد أن نطلع على الصناديق أو الأشياء المخفية المذكورة رموزها بالخريطة. معك حق يا سالي. سالي، انتبهي يا عزيزتي، هناك شخص يلاحقنا، لا تلتفتي وراءك. لم أكن أرغب بإطلاعك على ذلك، هو نفس الملتحي الذي قابلناه في الطائرة، والذي كان من اللازم أن يرافق الدكتور نادر إلى بعض أقربائه في بيروت كما قال. ترى لماذا يتبعنا؟ لا أشعر بالراحة. تجاهل الأمر ولنحاول أن نتسرب في هذه الأزقة مبتعدين عن هذا الرجل الغامض. هيا يا سعد. هيا هيا. شعر سعد أن الرجل يلاحقهما، وعندما وصل إلى ساحة بابتوما استقل سيارة أجرة وأعطى السائق عنوانا في أقصى جنوب المدينة، وبعد دقائق رأى الرجل في سيارة أخرى تلاحقهما. كان عليه أن يحسم الأمر في التصدي له ومباغتته بالأسئلة.
سالي، ما زال صاحبنا يلاحقنا. في الأمر سر. يجب أن أعرفه قبل أن أتصل بضابط أمن من أصدقائي. إلى أين نتجه الآن؟ إلى المواساة؟ لا لا، إلى منطقة الجمارك، وعندما سنترك السيارة سنفاجئه بالاقتراب منا وسؤاله عن سر ملاحقته لنا. أنا خائفة يا سعد. لا 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 تخافي يا حبيبتي، ليس من داعي للخوف، نحن نقترب من منطقة الجمارك. أرى سفح الجبل تفرشه المباني، قاسيون، أليس كذلك؟ آه نعم نعم، سنشرب القهوة هناك بعد أن ننهي مهمتنا. المشهد من طريق القمة جميل جدا يا سالي. أين ترغبون أن أتوقف؟ من جهة الجامعة، هناك 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 من فضلك. ما هو عملك يا أستاذ؟ أعذرني على هذا السؤال. لماذا تسأل؟ هناك سيارة أجرة تلاحقنا. أنتما متزوجان؟ نعم هي زوجتي. الرجل في السيارة الأخرى هو من يلاحقكما. إن أردتما المساعدة أستطيع التدخل، أنا أعمل في الأمن. شكرا لك، نستطيع أن نساعد نفسينا. قد يكون الرجل خطرا. يمكنك الوقوف في الجهة الأخرى والتدخل إن أشرت لك. هذا أفضل فعلا. حسنا يا سيدي، أنا في انتظار إشارة منك. هذا هو حقك الذي طلبته، لا داعي لذلك. لا لا، هذا حقك، تفضل. إلى أين سنتجه يا سعد؟ إلى الرجل المطلوب بعد أن تتوقف سيارته ويهبط منها. حاول أن تتظاهر بالكلام معي لنرى ما سيفعله ذلك الملتحي. السيارة تتوقف في الجهة الأخرى، لنتظاهر أننا نتناقش ونشير إلى الطريق الممكن أن نسلكها. لقد حاسب السائق، إنه ينظر نحونا. يبدو كأنه ينتظر اتجاهنا الذي سنسلكه. لقد أصبح وحيدا، سأتجه نحوه. إنه يرتبك، يحاول أن يبتعد. عفوا يا سيد، عفوا. التقينا من قبل. نعم نعم. لماذا تلاحقني؟ الذي أذكره أننا تقابلنا بالطائرة على أساس أنك ستذهب مع الدكتور نادر الذي تطوع بإيصالك إلى المنطقة التي تقصدها في بيروت. يبدو أنك لم تكن صادقا معي. أنا آسف، أشعر أنني في ورطة حقيقية. لأنك لم تكن صادقا. ما الذي حدث؟ لم يتكلم بعد. أنت تلاحقنا ربما من تيرانا عاصمة ألبانيا. حسنا، يجب أن أوضح لك الأمر بسرعة أرجوك قبل أن أتصل بالأمن. لنذهب إلى مكان قريب ونجلس فيه. ليس قبل أن نعرف من أنت. يبدو أنني أخفقت في مهمتي. أنت عربي؟ أما ولكنك تتكلمها جيدا، وشكلك لا يوحي أنك عربي. بصراحة أرسلوني خلفكما لأعرف شيئا عن مهمتكما هنا. من الذي أرسلك؟ ولماذا هذه الملاحقة؟ هل أتصل بالأمن؟ لا 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 لا، أرجوك أرجوك، بصعوبة أدخلوني إلى هنا من المطار. إذن أجب عن أسئلتي، ماذا تريد منا ومن أرسلك؟ أرجوك، يجب أن نجلس في مكان عام ونتحدث. أتريد شيئا مني يا أستاذ؟ لا لا شكرا، يبدو أن هناك سوء تفاهم. شكرا لك وبارك الله فيك. رغم توسلات الرجل أصر سعد أن يتعرف إليه وإلى من أرسله، ولكن سالي تدخلت أخيرا.
لا بأس، لنذهب إلى مقهى قريب تعرفه ونرى سر هذا الرجل. لا بأس. ولكن يا سالي، انظر، هناك من يراقبنا من كل الاتجاهات. يجب أن نذهب. لا بأس سالي، لست مطمئنا له، يبدو مريبا، ولكنه في موقف الأضعف. ما الذي يستطيع فعله؟ سأبحث عن سيارة إجرة ونستقلها إلى مقهى قريب. ماذا تفعلون هنا؟ منذ زمن وأنتم هنا كأنكم تتشاجرون. من فضلكم أريد رؤية بطاقاتكم الشخصية. هذه بطاقتي، وهذه خطيبتي، وهذا عمها. تفضل تفضل. أنت الصحفي المعروف سعد. لا بأس يا سيدي. هذه سالي وهذا عمها. لا بأس لا بأس. كأنك طلبت سيارة أجرة. نعم نعم، شكرا لك. تفضل يا سالي، تفضل يا عمي. شكرا لك، وحماكم الله ورفاقك. بدا على الغريب القلق والخوف، وتوقفت السيارة أمام مقهى في شارع أبو رمانة القريب، ودخلوه سوية والرجل متوتر. انتقى سعد طاولة منعزلة قليلا وبدأ يستجوب الغريب. ستجيب على أسئلتي بهدوء حتى لا تلفت نظر الناس هنا، وحاول ألا تتلكأ في الإجابة. لا بأس لا بأس، اسمي فاتري، أنتمي لمنظمة إنسانية كلفتني باللحاق بك لكوني أتقن العربية. لماذا تلاحقني؟ من أجل الوصول لكنوز إسكندربيك. كنوز إسكندربيك؟ ومن قال لك إننا نبحث عن كنوز إسكندربيك؟ اهدأ أرجوك اهدأ، أنا مكلف باللحاق بك، وقيل لي إنك تسعى خلف هذه الكنوز. لست ألبانيا، واسمك ليس فاتري. أصدقني القول. نعم هذا صحيح، لكن لمنظمتنا مقر في تيرانا. هي ليست منظمة إنسانية. نعم لسنا منظمة إنسانية، نحن منظمة ندعم قضايانا. اسمع يا سيد سعد، أنت وسالي محاصران بمجموعة من رجالنا. رجالكم هنا؟ نعم، ولدينا امتداد هنا، وما عليك سوى الاستسلام وتنفيذ طلباتنا، وإلا بكل بساطة ستنهي حياتك وحياة هذه الصبية بعبة ناسفة. لم تتناول بعد أي شراب؟ هيا نتحرك. إلى أين؟ اسمع، تحت معطف مسدس سريع الطلقات ومصوب إليك، ولا فرق عندي أن أطلق النار وأفجر هذا المقهى. تحرك بسرعة، وأنت يا عبد استخدم سلاحك ضدهما أيضا، ستذهبان معا. هناك سيارة فان متوقفة قرب مدخل المقهى، هيا بسرعة. هيا سالي، يبدو أننا سقطنا في الفخ. حذاري من أن تتصرف بتهور، سيكون مصيركما الموت. يبحثون عن كنوز إسكندربيك؟ غريب غريب جدا. سعد وسالي في الفان المتوقف، وانطلقت سيارة الفان سريعا، ولاحظ سعد أن السائق ومن يجلس قربه يرتدون ألبسة مموهة أشبه بلباس الجيش،
وربما كما خمن يحملون هويات مزورة. شعر بالغضب وحست سالي بما يعتمل في صدره من مشاعر، فشدت على يده مهدئة. اهدأ يا سعد، لن يستطيعوا الاعتداء علينا لأنهم يرغبون بمعرفة المكان الذي جئنا من أجله، وهم يعتقدون أنه يحوي كنوز اسكندر بيك. ولكن هذا اللباس المموه وربما هذه الهويات المزورة هي اختراق خطير لأجهزتنا الأمنية. سنمر الآن على الحاجز، إن بستما بحرف سنفجركما ونفجر الحاجز. اهدأ يا سعد أرجوك. لا أستطيع، لا أستطيع. ضابط هذا الحاجز يعرفني، وإن لمحني سيوقف السيارة. خبئا رأسيكما قبل أن أفجرهما. أين مهمة السيارة؟ هذه المهمة يا رفيق. الرائد حسام هنا؟ نعم، من أنت؟ الأستاذ سعد. أبلغه أنني أنتظر. أيها السائق، أوقف الفانة إلى اليمين هنا واترك السيارات الأخرى تتقدم. حسن. نعم سيدي. الأستاذ سعد هنا يرغب برؤية سيادة الرائد. حسنا سأبلغه. هيا. إن قمت بأية حركة سأفجر الفان وأقتل كل هؤلاء. لن أقوم بحركة، حسام ابن خالتي وعرف أنني هنا وسأل عني. دقيقة فقط ونتابع طريقنا. لن تخرج من هنا، وكل حركة غير طبيعية ستجر الوبال على الجميع. انصحيه أيتها الفتاة ألا يتهور. سعد حبيبي، ماذا تفعل مع هذه المرافقة؟ نذهب في مهمة، أليس كذلك يا رجل؟ نعم نعم. أنت هناك؟ هناك أكثر من امرأة منقبة، ما الأمر؟ نحن في طريقنا إلى مكان بئر إخوة يوسف. بالتوفيق. هذه سالي خطيبتي. تشرفنا. من هاتان المرأتان؟ قريبتان لك؟ نعم نعم نعم. نحن في عجلة من أمرنا لنصل إلى البئر. أنتم مع أعز أصدقائي، ألا يمكن أن تتناولوا القهوة معنا؟ لا 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 شكرا، أرجوك يا سيدي. أنت في عجلة يا سعد للوصول إلى البئر. بئر إخوة يوسف. انزلوا من الفان بسرعة، وأية حركة غير محسوبة العواقب ستعجل بنهايتكم. هيا هيا. أعطني السلاح الذي تحت عبايتك أنت. هيا هاتي. هيا يا رندا. يا رندا. نعم يا سيدي نعم. فتشي هاتين المرتين بسرعة. ها نقاب، انزع النقاب، أريد أن أرى وجهك. تعالي. ابتعدي عني، ابتعدي قبل أن ماذا؟ ها؟ أنت الشيخة أسيمة؟ ها؟ نبحث عنك منذ زمن. وأنت تعالي. ابتعدي ابتعدي عني. احسبتينا سمينة. ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ حسن دعيني. حسن. نعم نعم أنا هنا. أعطى المهندس التفجير. لديها حزام ناسف وربما هناك عبوة. حاضر حاضر حاضر. انزل يا سعد، انزل يا سعد. وأنت يا سالي. هيا هيا. قلت لي بئر إخوة يوسف. الحمد لله عرفت أنك ستفهم الرسالة. ماذا تريد؟ أرجوك ليس لي دخل، أنا زائر ويعرفني الأستاذ سعد. هل تعرفه؟ نعم، كان معنا في الطائرة وكان يلاحقنا. خذوهم جميعا. هيا هيا. كانت جزءاً من مجموعة دولية مسلحة تمتهن القتل والتطرف، وتبيع وتشتري بالناس، ولها امتدادات أخطبوطية في مناطق عديدة من العالم. وحين أوصلت سيارة حسام
سعد وسالي إلى المكان الذي تقيمان فيه، وهو البيت الذي تقيم فيه والدة سعد وأخته المترملة نتيجة استشهاد زوجها. استقبلتهما الأم. تعال يا سعيد، تعال. هل هناك شيء بينكما؟ ماذا يا خالة؟ ماذا تريدين منها يا أم؟ أسألها عن أحضرتها إلى هنا أمس لأعرفها إليك وإلى أختي. بصراحة أنوي الزواج منها يا أمي، هي ألبانية كما تعلمين ومن عائلة الأرناؤوط، وبعض من أقاربها يعيشون هنا في دمشق منذ زمن طويل. ألبانية؟ معقول؟ لم تقل لي ذلك أمس. قلت لي عن عائلتها واعتقدتها تقيم في مدينة خارج دمشق. هي تتكلم العربية جيدا. هي فتاة رائعة، وسأكون سعيدا جدا إن قبلت الزواج بي. لم تحدثها بالأمر من قبل. ماذا قلت يا سالي؟ في الحقيقة لم يهدسني بالأمر. وأنت هل توافقين على الزواج منه؟ والله يا خالة أهلي يحبونه كثيرا، وأنا أقبل به زوجا. حسن، الحمد لله. سحر، يا سحر أين أنت؟ نعم يا أمي، أنا أجهز الطعام. باركي لأخيك، سيتزوج هذه الفتاة الجميلة. رأيت نظرات الحب في عينيه. ألف مبروك يا أخي، منذ زمن لم يعرف هذا البيت الفرح. لا بأس يا أختاه، لا بأس. سأذهب لمتابعة عملي في المطبخ، وأنا سعيدة من أجلك يا أخي. أشكرك. سأساعدك. لا لا تتعبي نفسك، كل شيء تقريبا أصبح جاهزا. بل يجب أن أساعدك. اذهبي وساعديها يا ابنتي، هيا. بعد أن تناولوا الطعام دارت الأحاديث حول أهل سالي وإمكانية قبولها للإقامة في دمشق وسط هذا الجو الملبد بالغيوم. وكأنما كانت سالي تنتظر مثل هذا التساؤل. كما يرغب سعد، إن أراد الإقامة هنا سأكون معه. وقد أسافر إلى ألبانيا لبعض الوقت لأنني في سبيل تأليف كتاب عنها. لا بأس، افعلا ما ترغبان به، المهم أن أرى أحفادي قريبا. سعد؟ سهر ليس لديها أولاد؟ استشهد زوجها بعد أسبوعين من عرسهما. مسكينة، أنا نزور الخالة ناديا كاستريوت. نعم نعم، هي في المواساة، معك حق. سنذهب يا أمي لزيارة قريبة سالي في مستشفى المواساة. هي مصابة جراء قذيفة هاون أتت فوق بيتها في دمشق القديم. كأنني سمعت اسم كاستريوت. نعم، كنية القريبة المصابة. قريبة اسكندر بيك؟ وأهل كاستريوت لنا صلة قرابة بهم، قرابة قريبة. المرحوم والدك ينتمي جده الأكبر لإسكندر بيك، فارس ألبانيا المؤقت. ماذا تقولين يا أماه؟ لأول مرة أسمع بذلك. هذا ما أكد عليه إسكندر بيك في رسالته. عندما نعود من زيارة قريبتها سأفتح هذا الموضوع معك يا أماه.
أنا أعرف الكثير عن قرابتنا بإسكندر بيك. وقد ترك والدي مخطوطات بالألبانية التي كان يتقنها. عظيم. تتحدث عن شجرة العائلة الممتدة عميقا في التاريخ. عظيم، عظيم جدا. سأكون سعيدا بالاطلاع على ذلك يا أختي العزيزة. هذه أمانة من والدك، حاولت كثيرا إطلاعك عليها ولكنك كنت مشغولا دائما. خرج سعد وسالي في طريقهما إلى المواساة، ووصلا بمساعدة أحد أصدقائه من الأطباء العاملين هناك إلى مكان ناديا كاستريوت. كانت رجلها ملفوفة بالضماد وهي تتأوه، وحين رأت سالي ظهر عليها الفرح. أهلا بك يا ابنتي، أين والدتك؟ والدتي؟ ليست من هنا يا خالة، هي ألبانية وسنتزوج قريبا. آسفة، تشبهين صديقة عزيزة علي شبها غريبا. لا بأس، يخلق من الشبه 40. اسمعي يا سيدتي، أنت بخير؟ الحمد لله، ولكن البيت تضرر كثيرا. حمدا لله على سلامتك. سالي أتت معي إلى هنا في مهمة، ربما تستطيعين مساعدتنا فيها. خير يا بني. أنت من عائلة كاستريوت؟ نعم. وهي العائلة الحقيقية لإسكندر بيك؟ نعم، ولكن السلطان العثماني الذي قتل والده ووالدته وإخوته وتبناه غير اسمه من جان إلى إسكندر، وغير له معتقده. صحيح، صحيح يا سيدتي، وهو رمز للشعب الألباني، فهو قد قاوم الاحتلال العثماني أكثر من ربع قرن وهزم جيوشه. لم تقل لي ما هي المهمة. قصتي غريبة يا خالة، وسأحكيها لك حتى تفهمي مهمتي الصعبة التي جئت إليك من أجلها. حكى لها عما جرى له في تيرانا، وكيف قابل مصطفى، وحلم بإسكندر بيك الذي أرسل له رسالة تخاطرية يدله فيها على مكان في قلعة كرويا يخفي فيها صندوقا فيه رسالة. والرسالة تحكي عن مكان هام أخفى فيه بعض أتباع إسكندر بيك صناديق وأكياسا تحوي أشياء ثمينة مهمة، وربما رسائل أخرى توضح السبيل الذي يرغب إسكندر بيك نقله أو التصرف بهذه الأشياء الثمينة. أنت من أحفاده يا إلهي؟ نعم يا سيدتي، عن طريق جدي لأبي، لم أعرف التفاصيل بعد، ولكن هذا ما أبلغوني به، وقد أتعرف إلى شجرة العائلة فيما بعد. هذا غريب يا بني، صناديق لدينا منذ زمن إسكندر بيك، لا أفهم شيئا. هذا ما ذكر في الرسالة التي عمرها أكثر من 500 عام. ترى هل تغير المكان منذ ذلك الحين؟ أقصد ما عمر البيت الذي تسكنين فيه؟ لا أعرف، إنه قديم بالتأكيد، قديم جدا، ربما أكثر من 500 عام. أمتأكدة أنت أن تغيرا لم يحصل له أبدا؟ والله لا أعرف يا بني، ربما ابني إدوار يعرف شيئا، سيأتي بعد قليل. حسنا. رسالة من الإسكندر تصف المكان وتترك فيه أمانة. نعم. هذا غريب فعلا،
كنا نعيش بأمان حتى أتى هؤلاء من كل أصقاع الأرض لقتلنا وتدمير البلاد التي عشقناها. مرحبا، كيف حالك يا خالة؟ موعد الدواء، أتشعرين بألم الآن؟ أنخف قليلا؟ ما زال الألم موجودا ولكنه خف بالتأكيد. كيف كانت إصابتها؟ كما حكت في وعيها، سقطت القذيفة على حائط البيت وكانت تجلس قرب البحيرة الصغيرة، فسقط حجر من الحائط على رجلها فهرسها. مسكينة، تحتاج لوقت طويل لتسترد صحتها. أنت من أقربائها؟ نعم نعم بالتأكيد، كنت مسافرا وجئت أمس. هيا يا خالة، سأكشف عن ذراعي، الحقنة جاهزة. وأتى إدوار بعد قليل فحكى له سعد شيئا عن الرسالة، فجلسوا في مقهى المستشفى. بيتنا قديم، وكان والدي رحمه الله يؤكد أنه ما زال صامدا أمام عاديات الزمن رغم السنين الطويلة التي مرت عليه. سقطت عدة قذائف على بيتنا والبيوت المجاورة، وكان أثرها ضئيلا بسبب متانة الأبنية، ولولا حلم الله لكانت إصابات أمي قاتلة. أنا آسف يا أستاذ إدوار، الرسالة تشرح شيئا عن بيت كاستريوت، حيث أتى قبل 500 عام مبعوثو إسكندر بيك لوضع بعض الصناديق والأكياس في قبو المنزل غير الظاهر. هذا ما تقوله الرسالة. أنا لا أعرف أن لدينا قبو. على كل حال سنذهب للبيت في المساء ونبحث عن ملامح تؤكد وجود هذا القبو. قد تكون الكهرباء مقطوعة في الليل. لدينا مولدة صغيرة تكفي لإنارة البيت جيدا. أنا أسكن في منطقة مجاورة لبيت العائلة. أمك تسكن وحدها؟ أختي تقيم معها وهي في حمص اليومين لزيارة ابنتها المتزوجة هناك، ستعود غدا. لم أتصل بها بعد لأعلمها عن إصابة أمي. قد لا تخرج والدتك من هنا سريعا، إصابتها بليغة جدا. أكد لي الجراح أن العملية كانت ناجحة وستتعافى من إصابتها خلال 3 أشهر، هي في 65 من عمرها. سنلتقي إذن في المساء، أليس كذلك يا أستاذ إدوار؟ نعم. هذا هو رقم جوالي، أنتظر منك مكالمة. حسنا. نحو 8 مساء كان سعد وسالي أمام البيت، وقد استقبلهما إدوار بترحاب، وقد أدهشه حماس هذا الشاب لموضوع ما زال يشكل لغزا بالنسبة له. ومن حسن الحظ أن الكهرباء لم تكن مقطوعة، وكان الناس يتحركون بأعداد كبيرة وهم يقصدون مطاعم دمشق القديمة التي انتشرت بديكوراتها الخاصة ذات الألفة والحميمية مع سحر المكان. فتح غرف البيت أمامهما وساعدهما في البحث، ولفت نظر سعد صندوق ضخم من الخشب العتيق المزخرف، فوقه تقبع مجموعة من الأغطية وحرامات الصوف وأكثر من فراش سميك. هذا الصندوق كان فيه أثاث أمي العروس قبل نحو 50 عاما، وتحتفظ في داخله ببعض أغراض والدي،
وفوقه كما ترى الأغذية وتوابيعها من أجل الضيوف الطارئين. خلفه جدار، أليس كذلك؟ خلفه غرفة صغيرة تحتفظ فيها أمي بتراث والدي من كتب وأدوات خط. كان والدي خطاطا معتبرا ورساما له لوحات عديدة، رفضت أمي بيعها. أيمكن أن ندخل تلك الغرفة الصغيرة؟ أعرف أن العملية تحتاج لإزاحة الصندوق وما فوقه من كتل سميكة من الأغطية. لا بأس يا أستاذ سعد، ربما كان في هذا فائدة لكما. لكن والدتك لم تتحدث عن وجود مثل هذه الغرفة الصغيرة المغلقة. ربما كان مفتاحها في مكان ما تحتفظ به والدتك. لا، الباب ليس مغلقا، هذا الصندوق يستره عن الأعين. هيا ساعدني لننقل ما فوق الصندوق ونضعه على السرير هنا. هيا حسنا. هيا هيا حسنا حسنا. أعتقد أنني سأنجح في الوصول إلى فك لغز الرسالة. وبعدما بذلا جهدا كبيرا في إزاحة الصندوق، وجد سعد أمامه مشغلا للرسم والتخطيط، تنتشر في جوانبه لوحات تمثل وجوها دمشقية وأبنية قديمة وحدائق. وبين هذه اللوحات والأدوات توقع سعد أن يعثر على شيء له علاقة برسالة اللغز، وهمست سالي له. انظر يا سعد، هناك خلف المكتب القديم كأن خشب أرضية الغرفة مقطع على شكل بلاطات كبيرة. ربما كانت إحداها مدخلا لقبو. أمعقول أن تخفي هذه الأرضية قبوة؟ هو ما نبحث عنه؟ إن شاء الله سنفتش جيدا عن مدخل هذا القبو. أعتقد أن هذه البلاطة الخشبية أكبر من اللازم. معك حق. باب لقبو فعلا، وهناك سلم يمكن الهبوط منه. لحظة، يجب أن نكون حذرين. إذا لم يفتح هذا القبو منذ مدة طويلة قد يكون الخشب منخورا، وربما سنعثر على بقايا ما نرغب بالعثور عليه بعد أن يكون الزمن قد عفى عليها. أنير المدخل أستاذ إدوارد. إنه قبو عميق. لأول مرة في حياتي أعرف بوجوده. أرجو أن يكون فيه حل اللغز الذي نبحث عنه. حسنا، سأهبط أنا ومعي المصباح. لا يا سالي، سنتأكد أولا من متانة السلم ثم سأهبط، وربما تبعني إدوار. نحتاجك أنت في الأعلى هنا، ربما حدث شيء طارئ. لا بأس. انتبهي يا سالي. كانت المغامرة في أوجها، وقد رأى سعد الكثير من الأسرار في ذلك القبو الغريب، أسرار لم يتوقع أن يراها في حياته.